طيب، يعني مصر طبعا فيها قصص ملهمة كتير جدا، وقصة ريم المرشدي هي واحدة من القصص دي. ريم بنت بسيطة جدا اتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية. ريم هي وهي في الجامعة لما كانت بتقول للناس ان هي نفسها تفتح عربية كبدة وسجق، كانوا بيقعدوا يتريقوا وبيضحكوا عليها وبيستغربوا جدا. بعد ما اتخرجت اشتغلت شغل عادي جدا وشغل تقليدي جدا ما بين بقى السكرتارية التدريس، لكن ما كانتش لاقية الحقيقة نفسها خالص، دماغها كان فيها حاجة مختلفة او حاجة يعني غريب. خلونا نشوف التقرير عن البنت المصرية الجدعة قوي. ريم المرشدي صاحبة أول عربة كبدة وسجق، فتاة كسرت حواجز المجتمع وعاداته وتقاليده. فخريجت كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية لم تستسلم لروتين الوظيفة وسعت لتحقيق الحلم. من زمان من وأنا صغيرة كنت بحب الطبخ جدا، دي هواية من وأنا صغيرة جدا. كان عندي في سن 14 كنت ممكن أقوم بسفرة عادي، يعني ما عنديش أي مشكلة. لا، هو أنا عندي النية دي من زمان جدا، بس ما أخدت قرار يعني كان من فعليا من سنة ونص تقريبا أو أكتر شوية. خلصت أوراقي والحاجات الضرورية وعملت العربية والديزاين بتاعها وبدأ. لم يكن القرار سهل، ولكن كان هناك إرادة حقيقية لتحقيقه. اللي عايز يبدأ ممكن يبدأ يعني إمكانيات بسيطة جدا، بس هو يدرسها صح، لأن أنا فعلا أنا بدأت بحاجات بسيطة قوي قوي قوي، يعني ما بدأتش بمبالغ كبيرة ولا في أي تمويل ولا أي حاجة من الحاجات دي. كنت محوشة مبلغ بسيط، يعني مش حاجة كبيرة، كانت حوالي 5-6000 جنيه، حاجة مش ضخمة يعني. وبدأت بيها واحدة واحدة، أنا عملت العربية وبدأت عليها واشتريت بضاعة حاجة بسيطة يعني، واللي كنت ببيع فبجيب تاني حاجات، بس كانت ايتمز يعني، كانت حاجات بسيطة قوي يعني. لم تكتفي ريم بالموهبة ودعمتها بالدراسة ايضا، وكان لاصحابها دور كبير في تطوير مشروعها. فحبيت ان انا ادرس عشان اعرف انا بعمل ايه في الاكل، لان الاكل ده عبارة عن تفاعلات كيميائية، زي بتعرف تتعامل مع اللحمة مع الفراخ الحاجات دي كلها. من ساعة ما بدأت الموضوع كنت عايزة يعني اعتمد على نفسي بنسبة 100%، فكان عندي حاجات بتاعتي كده، كان في عندي عفش حاجات كده كلها بعتها واتصرفت فيها، وفلوسها دفعت ثمن الكورس. يعني يمكن انا اتعرفت بسبب صحابي ان هم اللي عملوا شيرنج للبوست بتاعتي من حد لحد، فالموضوع يعني لو قلت الاسماء يعني اكيد لازم حد هيقع مني، انهم كتير بصراحة وكانوا عاملين لي سبورت رهيب بصراحة. حتى ابني دلوقتي كان هنا وقال لي انا جايب لك زمايلي في الجيم فضي لي ترابيزه وكده، قلت له مفيش هعمل لك ايه، لسه كان هنا دلوقتي قلت له استنى ما ترابيزه تفضى زيك زي غيرك. اما زبائن ريم فهذا هو رايهم. وانا كنت قاعد على الفيسبوك مره فلقيت بوست كده بيتكلم ان في اول بنت بتفتح عربيه كبده في مصر، فلقيت البوست غريب بالنسبه لي شويه يعني، فانا قلت اخش يعني، كان عنوانه عاجبني قوي، فقريت فلقيت المكان قريب من مكان شغلي، انا شغال هنا في مكرم عبيد، فعجبتني الفكره اصلا ان في بنت وان هي بتقتحم بقى كل حواجز المجتمع اللي احنا فيه، وان هي بدات بقى ان هي تنشر الفكره دي، فدي حاجه كويسه جدا طبعا. الاكل جميل جدا، وفعلا اول مره ادوق مكرونه بالطعم دوت، فيها نكهات يعني نكهه انا اول مره ادوقها، وبحس فعلا في طعم الاكل ان هو بيتي، او كمان مش بيتي بس، هو بيتي بس مميز عن البيت. مكرونه معموله بطريقه جديده كده ما دقتهاش قبل كده يعني في اي حته، كبده صح الصح وسجق صح الصح. لا فعلا حلو. لا شك انك اذا اردت شيئا بصدق فسيتواطأ القدر معك لتحقيقه. عمرو عمار، تان تي في.